صباحا واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن التليفون الجديد من شركه سوني، السوني اكسبيريا 1 مارك 4 1 مارك 4. هالتليفون صراحه انا صار لي ناطره من لما اعلنت عن شركه الكوالكوم عن الحاسوب تبع 8 جن 1 من السنه الماضيه. ليه؟ لانه هيدا احسن تليفون سوني بتنزله. الاكسبيريا 1 بيكون احسن موديل بينزلوه كل سنه. عندنا الشاشه الكبيره، عندنا الكاميرات الجديده الحلوه، كبروا البطاريه، حسنوا الكاميرا الموجوده قدام، بعد عندنا كمان سماعه الهيدفون جاك، وعندنا كمان الاس دي كارد لنزيد الذاكره عليه، ومش بس هيك زادوا الذاكره الموجوده فيه كمان للتليفون. كل الشغلات اللي انا بحبها فيه لهالتليفون اتجددت وتحسنت، رغم انه شكله قريب كتير من التليفون تبع السنه الماضيه. يلا بهالفيديو حتعرفوا كل شيء انتم محتاجين تعرفوه عن الاكسبيريا 1 مارك 4. أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك. خلينا نبلش الفيديو. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. قدامنا كل التليفونات تاعت سونت الاكسبيريا 1، عندنا الاكسبيريا 1، الاكسبيريا 1 مارك 2، مارك 3 ومارك 4. اربعتهم كلهم هالتليفونات مثل ما عم نشوف التليفونات تتحسن سنة عبر سنة، بس الشغلة الوحيدة اللي معجب فيها انه من لما بلشنا على الاكسبيريا 3 ال1 مارك 3 والمارك 4 صار عندنا لمستين موجودين بالتليفوتو بدل ما يكون عندنا بس لمزة هون. رغم انه عم نستعمل 12 ميجا بكسل الكاميرات الموجوده هون، حسنوهن كتير على الاكسبيريا 1 مارك 4. قدامنا هلا التليفونين الاكسبيريا 1 مارك 4 والاكسبيريا 1 مارك 3. التليفونين اثنيناتهم شكلهم قريبين كتير من بعض، بس مثل ما عم تلاحظوا في فرق شوي بين الحجم تبعت اللمزه هون والحجم اللي موجوده عندنا هون. اكبر شيء بدي اقول لكم شيء انه سوني سمعت لكل الناس اللي حكيوا عنها، قالوا لهم انه لازمنا بطاريه اكبر، ليه ضليتنا على القليل على 4500 ملي امبير لكل هالسنين، وسمعوهم واعطونا التليفون. عشان هيك التليفون هلا شوي صار اسمك شوي، اسمك كتير كتير صغير، من مش بكتير يعني انه بيكون اتقل كتير من التليفون الاصلي، وما بتعتقد بتقدر تحسوا فيه كمان اذا ماسكينهم، خاصه اذا ما عندكم التليفونين اثنيناتهم ما حتعرفوا الفرق اثنيناتهم اطلاقا. بس كوزن بيناتهم زاد الوزن تبع التليفون شوي، لانه سوني ضلت ماشيه مع نفس حجم الشاشه وقوه الشاشه 4K 120. عشان هيك هون صار معنا البطاريه على 5000 ملي امبير، كبر التليفون شوي. كل الشركات بتهرب منها تكبر التليفون تبعها، وسوني سمعت اعطتنا اللي بدنا اياه واعطتنا الحجم المضبوط. التليفون شكله حلو، وزنه منيح، وعندنا المميزات اللي معجبين فيها. سو لما بنطلع على ورا اول شيء بنقول عندنا ال 4500 ملي امبير على 3، على ال 4 صارنا 5000. الكاميرات الموجودين ورا صاروا 16 24 ملم، كلهم بعدهم عم نستعمل 12 ميجا بكسل مع البكسلز الكبيره اللي موجوده عم تستعملهم سوني. بس الكاميرا التليفوتو اللي صار موجوده عندنا هون فرقت عن الموجوده ورا. هون صار فينا بالماضي كان عندنا نحن نقدر نصور على 70 و 105 بيكون التليفوتو، هون صرنا عم نسجل على 85 و 125، معناته زادوا لنا الرينج، صار فينا نروح نقرب كثير كمان لصور بعيده منها، وبتضلها تمشي عليها هلا خاصه الجديد اللي ظبطوه ال 4K 120 صرت تمشي على التليفوتو على الاساسيه وعلى الالترا وايد، بدل ما اللي هون موجوده على الاكسبيريا 1 مارك 3 نستعملها بس كنا على ال 24 المين كاميرا الموجوده ورا، الباقي كلهم ما فينا سجل عليهم 4K 120، 4K 60 احسن شيء. عشان هيك انبسطت انا كثير لما اعطونا كل هالامكانيات الجديده. عندنا التايم اوف لايت سنسور، وعندنا الدول تون ال اي دي فلاش، والان اف سي بعدها موجوده لفوق، بس مثل شفتوا زادوها شوي لفوق بدل ما تكون واطي لهونيك. التليفون بضل يشرج ب 30 واط مثل ما شفناه بالماضي. الشغله اللي بنقدر نلاحظها كمان انه ناقصنا زر موجود هلا عليه على اليمين للتليفون. عندنا الفوليوم راكر موجوده هون نقدر نزيد نوطي، الباور بتن بضل يستعمل للفينجر برنت سنسور عليه، غيروا شوي الزر. الزر تبع الجوجل اسيستنت بطل موجود هون، ولتحت الزر تبع الكاميرا بعده موجوده لانه بنقدر ندور الكاميرا مثل ما بدنا، بنكبس الزر ونعطيها ثاني شوي بصير تدور الكاميرا، بنقدر ننط على الكاميرا الموجوده اللي بدنا اياها، وفينا ننط من كل اللمزات الموجوده عندنا هون مثل ما قلت لكم 16 24 85 و125. لما بنطلع على الشمال بنلاحظ انه بقى عندنا المطرح ما موجود السيم تري تاعيت اللي بنقدر نحط فيها السيم كارد والميموري كارد تاعيته للتليفون، هيدي نزلوها لتحت مثل ما شفناها بالاكسبيريا برو اي، وجابوا لنا كمان مميز جديد كما من شركه من التليفون الاكسبيريا برو اي، هخبركم عنه بعد شوي. عندنا اليو اس بي سي لتحت ولفوق، عندنا الهيدفون جاك وواحد ثاني منه للميكروفونات. الشاشه بعدنا عم نستعمل 6.5 4K 120 هرتز ريفرش ريت، بس اللي غيروا فيها هون انه الكاميرا الموجوده قدام بطلت مثل اللي كانت من قبل، كانت 8 ميجا بكسل، صار فينا عندنا هلا 12 ميجا بكسل، من جابوا الكاميرا من ورا حطوها لقدام، وصار فينا نسجل 4K 30 فريمز بير سكند عليه للتليفون. سو 4K 30 احسن شيء من قدام، 4K 120 احسن شيء موجود لورا، عشان هيك بيكون عندنا الامكانيات كثير احسن بكثير. عندنا الكاميرا اللي بالتطبيق العادي الفيديو برو والسينما برو، وبعد في تطبيق كمان جديد خبرونا عنه اسمه الميوزك برو اللي حيجي قريبا على التليفون. هالتليفون لانه هذا منه اخر موديل، منه بسموه اللي بتقدر تشتروه هلا، هذا بري برودكشن بروتوتايب سموه اياه،
التطبيقات كلها منازل عليها يعني للتليفون، بس على القليله ماشي ثلاث ارباعه وبيعطيني كل الامكانيات اللي بدي اياها. ما عندي 5G على هالموديل، بس الموديل لما بينزل على على العام لما بتقدر تشتروه للتليفون حيكون عنده 5G، بيقدر يشتغل على السب 6، معناته المليمتر ويف والسب 6 لل 5G موجوده عليه لهالتليفون، على القليله بامريكا، وكمان حيجي باوروبا والدول الثانيه. واخر شيء بدنا نتحدث انه الحاسوب 8 جن 1 مثل ما قلت لكم من قبل، بس الرام عليه للتليفون 12 جيجا بايت، وزادوا الذاكره بدل ما كان عندنا 256 بالماضي 512 جيجا بايت موجود عليه لهون، برضه بنقدر نزيد عليه كمان الميموري كارد عليه لنقدر نزيد عليها، سو الذاكره كبرت منيح، وعشان هيك كل الامكانيات اللي بتجي فيها لهالتليفون بتكون منيحه. كم جددوا الكاميرات الموجوده ورا، اعطونا كاميرا جديده هون حلوه، فينا نعمل بيرست مود ناخذ الصور السريعه عليها لكل اللمزات الموجوده ورا وكل الشغلات الحلوه موجوده عليها. و HDR واللايف كل هالشغلات حتمشي مزبوط، وغير هيك كمان في عندنا كمان لايف ستريمينج زيدوه عليه للتليفون، معناته فيكم تعملوا برودكاست منه للتليفون دغري عبر ما نستعمل الفيديو برو هون لما بنقلبها لهون، وفيكم تنطوا على السيتنجز من هونيك دغري بتظبطوا الحساب تبعكم على اليوتيوب، وفيكم تعملوا لايف دغري منه للتليفون، بتنطوا من هون بتعملوا اوكي، فيكم تختاروا كل السيستمات تاعيتهم البابليك الانليستد، تظبطوا الاسبكت ريشيو تبعه، تسموه وتحطوا الهاشتاج تاعكم بقلب التليفون كله بيمشي مزبوط، صراحه كثير كثير هينه تقدروا تظبطوها دغري منه لهالتليفون. الكاميرات كلهم مثل ما قلت لكم 120 فريمز بير سكند، فينا نسجل عليه هون بنقدر نكبسها، فينا نقلب من 24 لل 16 معطيها ثانيه لتحول مثل ما هون بتشوفوا 120، وفينا ننط من هونيك لل 85 وال 125 برضه نفس الشيء بتضلها على 120. في عندنا كمان اختيار نقدر نستعمل السيملس ترانزيشن، هيدي شغله حلوه بين كل اللمزات الموجوده فيها للتليفون. شغله واحده لازم نعرفها انه ما بتمشي على ال 4K 30 فريمز بير سكند، وبتقدر تساعدنا نقدر ننط بين اللمزات كلهم، بين ما ننزل لهون ل 16 ونرجع نطلع لفوق ونعمل الزوم اللي بدنا اياه، بيمشي كله مزبوط، بس بالنسبه لي بفضل اني اشتغل على اللمزه المزبوطه لوحدها حتى اقدر نطلع على 120 وظبطها على احسن شيء موجود فيها. شغلة كمان ما بعتقد كنتم ملاحظينها من قبل، صار فينا نستعمل الكاميرا الموجودة قدام على الفيديو برو بدل ما كنا نقدر نعملها من قبل، بالقبل هيدا ما كانت موجودة إلا بالبيسك مود التطبيق العادي اللي موجود هاي هون تعيد الكاميرا، كان لازم تعملوا هون تقلبوا على البيسك مود لتقدر تستعملوا الفرونت فيسينج كاميرا، هيدي الكاميرا الأساسية موجودة قدام. سو هلا ظبطوها بالفيديو برو، وهيدي كمان بتمشي هون فينا نسجل 4K 30 عليها لهالتطبيق، يا اما بنقلب من هون نعمل على على الاوتو مود، نعمل الشاتر برايورتي المانيول، كل هالشغلات بتساعدنا نقدر نستعمل كل اللمزات تاعتنا مزبوط ونصور بكل امكانيات التليفون، بنعمل الاوتو فوكس، نعمل كل الشغلات الحلوه بتمشي مزبوط. بس الشغله اللي انا كتير كثير متشجع عليها لانه هالتليفون بيقدر يستعمل امكانيه اجتنا بالاكسبيريا برو اي السنه الماضيه، هي الامكانيه الاستعمال الشاشه الورانيه، هيدي ما فيكم تستعملوها على الواحد مارك 3 بس فيكم تستعملوها على برو اي، وهلا صار فينا نستعملها على الاكسبيريا 1 مارك 4. هيدي هي حلاوه والسبب اللي خسرناه للزر اللي موجود كان بالنص، لازمنا مسافه هون لنقدر نركب التليفون بقلب الكميسه تاعيته هون، لما بتكبسوها لهون بتشوفوا هون مزبوط صار عندنا مساحه مزبوط، عندنا الكولد شو لنقدر نركب ميكروفون، وفينا نستعمل الشاشه الورانيه بنقدر نكبس الزر هون دغري عليها، وبنقلب يا اما بنستعمل الفيديو برو والا حتى كمان فينا نستعمل الكاميرا برو، لما بتدوروها بتسالكم بدكم تستعملوها بنعطيها ثانيه، صار فينا نستعمل الكاميرا الاساسيه، هلا هون عم بستعمل الكاميرا الادمانيه تاعتنا، فينا نقلبها نكبر هون الزر هيدا وصير صار فينا نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، خلينا نعطيها ثانيه تعمل اوتو فوكس، لعلي انه في ضوء كثير بالستوديو عشان هيك ما عم تبين كثير، بس مثل ما بتشوفوا بتقدروا تستعملوها، تستعملوا الزرار تاعت الكميسه، فيكم تقلبوها تعملوا اللي بدكم اياه، وكل هالشغلات بتمشي مزبوط. ومثل ما قلت لكم بتمشي بنفس الشيء اذا قلبناها على الكاميرا الكاميرا برو، بتقدر تستعملوها على الكاميرا وبتعمل مزبوط كلها مثل ما هي، كله هذا حلو حلو كتير، والحلاوه فيه لانه الشاشه مش بتضل مزبوط هيك، انه فيكم تعملوها هون تقيموها، فيكم تحطوها على محل تاني تركبوها، بس الحلاوه فيها انه مغناطيس بتركب ورا وبتقدروا تظبطوها هون حتى ما توقفوا قدام الشاشه الموجوده عندنا، بس بهالسبب المحل هون بين هالزرين ببقى في عندنا زر بالنص، لو كان عندنا زر هيدي بتضلها تكبسها طول الوقت. هلا بدلنا تحدثنا عن الكاميرات، خليني اعطيكم مصدر هلا عن الكاميرا الموجوده قدام وورا من على اكسبيريا 1 مارك 4. اوكي هلا حنبلش نحن بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، الشغله اللي عجبتني فيها كثير انه كل الناس اللي ما كانوا معجبين بالكاميرا الاساسيه اللي كانت موجوده من قبل، ما عم بيقولوا لنا انه ما عندنا دايناميك رينج، ما عندنا 4K ولا كل هالشغلات. عم نسجل 4K، جابوا لنا اللمزه من ورا حطوها قدام، صار عندنا نحن كاميرا احسن بكثير، ونقدر نسجل 4K عليها، وكمان الصوت والصوره بيطلعوا كمان منيح. عشان هيك انا معجب كثير بالاكسبيريا 1 مارك 4. التجديدات اللي صارت هون كثير منيحه، ومثل ما عم بتشوفوا هذه مصدره من الصوت والصوره على الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام. هلا عم نستعمل الكاميرا الموجوده ورا، بعدني عم بستعمل التطبيق تبع البيسك مود، ليه؟ لانه بدي افرجيكم كيف تطلع الفيديو لما بتستعملوه على التطبيق العادي تبع الكاميرا، مش الفيديو برو. الكاميرا برو والفيديو برو بيشتغلوا بس على الكاميرات الموجوده ورا، وهون بنقدر نركز نقدر نسجل على ال 4K 30، ومش بس هيك، اذا قلبت على الفيديو برو صار فيني اسجل على ال 4K 60، 4K 120
والحلاوه فيها ان نقدر نعمل 120 على كل اللمزات، مش بس على اللمزه الاساسيه. ثلاث ارباع التليفونات اللي بتشوفوه بالسوق بيعطوكم الامكانيات الحلوه، كل المميزات اللي بيقولوا عنها على اللمزه الاساسيه الموجوده ورا. هون عندنا الالترا وايد والتلفوتو كلهم بيمشوا مثل ما شفناهم من قبل، وعم نقدر نستعملهم مع المسك هيدي مثل الانكسبيريا برو اي. ان شاء الله يكون عجبكم هالمسطره. مثل ما شفتوا الفيديوهات ما في مثل شيء بجنن. قبل ما نطلع نتحدث هلا على الصوت السماعات الموجوده هون، خلينا نتحدث شوي عن السيتنجز الموجوده. صار عندنا اختيار جديد موجود هون بنقدر نستعمله ما كان موجود من قبل، رغم ان عندنا اندرويد 12 عليه لهالتليفون. صار فينا ننط من الاختيارات تاعت الديسبلاي سيتنجز تاعت الايمج كواليتي تاعته للتليفون من هالاختيار من دغري من قدام. بدنا ننط على الكرييتور مود لناخذ احسن صوره للاتش دي ار، مثل ما تشوفوا الريل تايم اتش دي ار درايف بتصوروها وبتشوفوا فيديوهات منها مزبوطة على اللون المزبوط مثل ما هن معمول اساسيا، حتقدروا تستمتعوا فيها مزبوط. فيكم تعملوا ستاندرد مود والاوتو كرييتور مود، فيكم ننط دغري لما بتدوروا نتفليكس الفوتوغرافي مود الفوتو والفيديو برو، وعم بيضلوا يزيدوا التطبيقات زياده. بس الحلاوه فيها اذا بدكم تقلبوها بس بتعملوا هيك، بتسحبوا من فوق عندكم ستاندرد مود بتكبسوها، فيكم تغيروا هون دغري عليها وتنطوا تقطع على الكرييتر بتسكره بترجع بتشوفه صرت تمشي على الكرييتر مزبوط طول الوقت. نصيحه بالنسبه لكم انه تخليكم تستعملوا الاوتو مود، لانه الكرييتر مود بتغير الوان الشاشه اللي معموله خصوصيا للفيديو، ما حتمشي كتير لما بنستعملها على التليفون عاده. بس شغله ثانيه كمان بدنا نتحدث فيها، عندنا السيتنجز، عندنا كل الاختيارات اللي بتجي بالاندرويد 12، ما عندنا الطريقه اللي بتستعملها الماتيريال يو على تليفونات البيكسل، بس فينا نستعمل التليفون ونستمتع فيه مزبوط خاصه مع الاندرويد 12 وكل هالشغلات. تحت الصوت والادفانس صوت من نظبط الدولبي اتموس 360 رياليتي اوديو، وفينا كمان نعمل اب ميكس، معناته اذا عم تستعملوا صوت عادي وبدكم تدوروه على 360 يعطيكم هالسبيشال ساوند فيكم تدوروها. بس الشغله لازم تعرفوها انه بتطفي هيدي الدي اس اي التيميت، اذا بدكم اياه ليطلع لكم صوت احسن فيكم تدبروه هنيك. سو عده شغلات مزبوطه تحت الشاشه، لما بنفوت تحت الديسبلاي هون، لما بنفوت على هون على الشاشه تحت مثل ما بتشوفوا في عندنا الريفرش ريت، فينا ننقي ال 120 هرتز تبعه للديسبلاي 4K، الوايت بالانس فينا نعمله كاستمايزنج عليه للتليفون كمان ونغير الالوان، ومثل ما قلت لكم الفيديو برو الايمج انجن هون بنقدر نظبطه. هلا خلينا نتسمع على موسيقى عليه للتليفون مثل ما مدورين كل هالشغله، حننزل غنيه اسمها أليكس كريندو من جامبو ان سي اس ريليس، السماعه حنعملها 100% مثل العاده، خلينا نتسمع. Jack it up. شغلة جديدة غيروها هون، أول شيء الصوت ما في مثله، صراحة صوته كتير كتير حلو. السماعات اثنيناتهم ستيريو سبيكرز وعم بيدعملوا الصوت لعنا. الفرق الصغير صار بين السماعة القديمة والجديدة هون إنه السماعة الموجودة لفوق كبروها شوي موجودة على الإكسبيريا 1 مارك 4، السماعة تحت بتضلها تعملنا نفس الشيء، بس الصوت الكواليتي تاعيته للصوت صارت أحسن بكتير، خاصة على الميدز اند لوز، على البيس، على الشغلات الواطية الصوت تبعها، الصوت تبعها صار أحسن. لما عملت مقارنة بيناتهم التليفونين فيكم تسمعوا الصوت الفرق، والمميزة عليه للإكسبيريا الاكسبيريا 1 مارك 4 احسن منه للاكسبيريا 1 مارك 3، رغم انه التليفون هيدا عنده صوت كتير منيح والسماعات تاعيته ستيريو سبيكر بيعملوا دغري على الشاشه كتير كتير منيح، بس في فرق وجددوها هون مزبوط. تحدثنا عن الكاميرات، تحدثنا عن الاختيارات الجديده اللي اجت فيها للتليفون، خلينا هلا نتحدث عن الالعاب. الجيم انهانسر جددوه واعطونا عده خبرات فيه جديده، اول شيء زبطوه مزبوط هون انه غيرونا السيستم انه بنقدر نعمل عليه يا اما بدنا نعمله بابل ولا المنيو بول داون، عندنا اياه مزبوط. بس مثل ما لاحظتوا هون في عنا زر مكتوب عليه ريكورد وستريم، يس مزبوط مزبوط مزبوط، صار فينا نحن نسجل ونعمل برودكاست دغري منه للتليفون على اليوتيوب ولا اي حتى ويب سايت بدكم اياه تقدروا تظبطوه. عنا سكرين شوت للمالتي تاسكينج، الجيم مود السيستم تبعهم هون الجيم مود مثل ما بنعمل عاده، انا بستعمل كاستم. في عنا كمان برضه الزر تبع الاتش اس باور كنترول لنقدر نستعمل شريط الكهرباء من برا من براته للتليفون من غير ما نشرج البطاريه ونعطي عليه حماوي من للتليفون من ورا. هيدي بتساعدنا نلعب مده طويله وما نستعمل كتير قوه من البطاريه، وبرضه انه ما يحمل التليفون كتير. غير هيك في عندكم اختيار بين ال دو نوت ديستورب بالفيديو ريكوردينج، اذا بنكبسوا لهالزر ببلش التسجيل دغري لما بسحب من هون لفوق على الشمال لليمين، بكبسها مره ثانيه مثل ما بتشوف بتعطينا الاختيار هون، فينا نوقف التسجيل بيعملها دغري بيحطها ريكوردينج دغري عليها للسيستم تبعنا، وهيدي حلوه كتير بتسجل على قوه الشاشه والريفرش ريت تبعها للشاشه هي وعم تلعبوا اللعبه اللي بدكم اياها. اخر شيء كمان مثل ما قلت لكم سكرين والريكوردينج، يا اما بدنا نسجل في عندنا الاختيار هون الار تي ريكورد بيساعدنا نقدر يسجل اوتوماتيكلي من غير ما نحن نعمل شيء ثاني غير مجرد ما ندورها،
اخر 30 ثانيه من اللعبه مثلا، اذا ما بدكم تسجلوا الفيديو كامل بس لقيتوا حالكم اللي عملتوا ماتش ولا ضربه مزبوط ولا شغله بدكم تتذكروها، اذا هيدا مدور فيكم تعملوا ريكورد وبيقدر بيسجلكم 30 ثانيه دغري من الماضي اللي انتم عم تلعبوا فيه لتقدروا تلقطوا المومنت الحلو فيه للعبه. وبعدين كمان فينا نعمل اختيار هون على الكابتشر كارد اذا بدكم تستعملوا الاختيار هونيك، وفي عندنا كمان الفيديو ستريمينج، هيدي كمان اهين بكتير شيء بجنن مزبوط. فيكم تغيروا الثامنيل تاعيته للفيديو التايتل تبعه، فيكم كمان تعملوا ستريمينج 1080p 60 فريمز بير سكند. ومش بس هيك، بالفيديو برو فينا نعمل لو والنورمال ليتنسي، على الالعاب الترا لو ليتنسي حتى ما ينقصكم ولا شيء ويمشي مزبوط. 1080p 60 فريمز بير سكند حتكون احسن شيء، 30 ميجا بتس ريكومندد. فيكم تغيروها بس مثلا انه 3 ارباع الباقي بينزل لتحت، هذه احسن شيء بتقدروا تعملوها. فيكم تظبطوا عدة اختيارات ستريم مايك والفوليوم، وتعملوا ادفانس كمان اذا بدكم تغيروا عدة شغلات وتظبطوها. وعشان هيك انا معجب فيها كتير، انه لاعمل ستريمينج منه للتليفون تبعي بس بسحب من فوق بعمل هون بكبس هونيكي وبعمل ريدي. هذه اهين شيء، اهين طريقه تعملوا ستريمينج. يلا خليني اعطيكم مصدر هلا عن الالعاب والجيمنج تبع البب جي والكول اوف ديوتي موبايل على اكسبيريا 1 مارك 4. Enemy contact! He's back up! Capturing Alpha. Tango down! Contact with enemy! We captured Alpha. Good up, team. Tango down! Ready for deployment. صراحة العاب عليه لهالتليفون ما في مثلهم على السوق. الكول اوف ديوتي موبايل بتشتغل على 90 فريمز بير سكند وما في مثلها لهلا، ما بعرف انه ليه، بس لهلا في عندهم مثل كانهم كونترا بيناتهم وبين شركة الاكسبيريا والكول اوف ديوتي، ما بيعطونا 90 فريمز بير سكند الا على هالتليفونات، عشان هيك بتستمتعوا فيها كتير. الكول اوف ديوتي موبايل مشيت كتير منيح والبب جي موبايل مشيت كتير منيح، عندي الصورة والخبرة تاعت التليفون بتبرجينا انه ليه نقدر نستمتع نلعب عليه لهالتليفون. الشاشة كتير حلوة، عم نقدر نستعملها للفيديوهات، الصوت بيطلع منه مزبوط، السماعات تاعت الهيدفون جاك ما في مثلها بالسوق هلا خلص، ال جي بطلت تعمل تليفونات، سو لهلا السوني التليفونات تاعيتهم الفلاج شيب تاعيتهم بتعطينا كل هالخبرة المزبوط، عشان هيك انا معجب كتير شو هن بيقدروا يعملوا لنا بالتليفونات مع الصوت تبعيتهم. عشان هيك بدي اتحدث هلا كمان عن الكاميرات الموجودة هون. التجديدات اللي شفناها هالسنة تجديدات روعة كتير، اكثر بكتير اللي ما شفناها من السنة الماضية. 3 ارباع التليفونات اللي بتشوفوها على السوق هلا، اذا شفتوا اي مميزات حطت الشركه تاعيتهم بتقول لكم فيكم تعملوا هيك وهيك وهيك. 3 ارباع هالامكانيات على الكاميرا الاساسيه بس، مش الالترا وايد ومش التليفوتو. هيدا التليفون غير هالاسلوب، هيدا اعطينا كل الامكانيات عليه للمزايا تاعتنا العاده، الالترا وايد والتليفوتو اثنيناتهم جداد كلهم بينعملوا مزبوط. عشان هيك انا معجب كتير، 4K 120 بيساعدني اقدر استمتع فيه للفيديو، مش بس اني سجل فيه، خاصة اذا عم سجل ابني عم يتسبح ولا ما احنا برا، مثل ما عم فرجيكم هون، الصورة ماشي مزبوط، كنت عم سجل انا هلا 120 وماشي الفيديو مزبوط، بتضل علقاني على العين، لما بيبرم الوجه بتطلع من الكارو دغري على الوجه تبع الشخص اللي بالفيديو، وبعدين لما بيقلب ويشوف العين بتطلع الكاميرا مزبوط بتزبطها. إذا بدي أعمل البيرست مود معناته بدي أقدر أسجل تقريبا 20 صورة كل ثانية، كله هذا بضل مزبوط رغم انه هي عم تمشي لعندي عم تقرب مني، كل صورة الاوتو فوكس على الوجه مزبوط واوتو فوكس مزبوط، كل صورة فيني نقيها والصورة بتطلع مثل كأني عملتها اصلا. عشان هيك انا معجب فيها كتير. عنا الخبرة مثل ما قلت لكم العادة الالترا وايد والتليفوتو الجديد اللي اجتنا بتقدر تساعدني اني اقرب من الشخص اللي عم بيقدر عم بصوره اكتر. 125 احسن من ما كان موجود عندنا 105 السنة الماضية، عشان هيك انا مبسوط كتير بالكاميرات الموجودة هون. So, كل الشغلات اللي شفناها هون هل بيكون سبب مزبوط نقدر نعمل تجديد من التليفون السنة الماضية؟ صراحة بده يكون بعدة شغلات، ما في كتير فرق بين الاكسبيريا مارك 3 والمارك 4، بس إذا بتحبوا تستعملوا كل اللمزات عليه للتليفون، تستعملوا أحسن قدراته للكاميرات على كل اللمزات على الألترا وايد والتليفوتو، حيكون في تجديد ماشي منيح. بتكون بطارية كبيرة الاكسبيريا 1 مارك 4.
هلا ما حيحطونا شارجر بقلب العلبه لانه غيروا النظام تبعهم، صار عم بيعطونا التليفونات من غير شارجر، عم بيحاولوا يوفروا على الطبيعه حتى ما يقدروا ياثروا كثير. سو العلبه بتجي تعيد التليفون بتجي هلا صارت ريسايكلبل ثلاث ارباعها، وكمان بابا يحطوا شارجر بقلب العلبه، بس بنضلنا نقدر نستعمل 30 واط. سو كبرت البطاريه، الحاسوب صار احسن، عندنا ذاكره 12 جيجا بايت، 512 جيجا بايت صار على الذاكره للتليفون، ومش بس هيك فينا كمان نستعمل الاس دي كارد، فينا نستعمل الوايرلس تشارجنج، كل الشغلات المضبوطه من زمان موجوده هون وجددوا عليها. سمعوا كل الكريتيسيزم اللي الناس اللي بلشت تقول عليه للتليفون، بدنا بطاريه اكبر، بدنا كاميرا احسن موجوده قدام، ردوا علينا واعطونا كل الشغلات اللي بدنا اياها، حطوها بالاكسبيريا 1 مارك 4. ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو، ان شاء الله لقيتوا شيء جديد هيك مزبوط وشجعكم على سوني مثل ما انا متشجع، ومنيتي ان شاء الله بالمستقبل اني اقدر اجرب الميوزك برو. هيدا التطبيق ما كان موجود على التليفون تبعي لانه هيدا بري برودكشن وبروتوتايب، سو عشان هيك ان شاء الله بالمستقبل نقدر نشوفها. بس النظام مفروض يشتغل انه بصراحه معمول للناس اللي بيعملوا بيسجلوا موسيقى، بس انا بالنسبه لي كانسان بعمل فيديوهات وبعمل فويس اوفر على فيديوهات تاعتي كثير، هذا النظام بيشتغل كتير كتير منيح لإلي، لأني أقدر سجل صوتي بإمتى ما أي مكان أنا موجود، بيعمل أبلود على الكلاود، بيعمل فلترين، بيعطينا ستوديو كواليتي صوت مثل كأنه أنا عم بستوديو وما في صوت حوالي وعم سجل الصوت دغري معه. عشان هيك أنا مبسوط ومتشجع أن يجربوا لهذا التطبيق إن شاء الله بالمستقبل. So, شكرا لشركة سوني، شكرا لكم على كل الناس اللي شجعوا على القناة، إن شاء الله عجبكم هالفيديو، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد.